مهرجان الوحدات المساندة للرماية اليوم كان عامر، حضرنا فيه المؤتمر الصحفي اللي تم فيه التصريح عن المكان الجديد لعرض المهرجان للسنة القادمة. للمزيد خليكم معنا في هالتقرير. نحن بصدد كان يتم افتتاح مجمع رماية يشمل رمايات كل أنواع الرمايات وأكثر عن الموجود حاليا تقريبا في منطقة الريف على طريق دبي، على طريق دبي أبوظبي، طريق محمد بن زايد الجديد. نتأمل من المجمع هذا إن شاء الله يشمل على بطولات سواء كانت محلية ومهرجانات محلية، وأيضا نتوقع أنه يغطي بعض البطولات العالمية والأولمبية. السنة المقبلة بإذن الله راح يقام المهرجان السادس في المنطقة دي، في منطقة الريف. هذا المهرجان الخامس، نحن نتشرف بأن نكون القائمين على إعداده وترتيبه وإخراجه إن شاء الله بالصورة اللي نحن نطمح لها، ونترك هذا الأمر للحكم على نجاح المهرجان وعن المستوى وصل إليه المهرجان للزائر والمشاهد على قنواتكم. السنة القادمة نحن نتوقع ونتأمل أن يقام هذا المهرجان في مكان مختلف في منطقة الريف بإمكانيات وقدرات ومسابقات إن شاء الله راح تكون أفضل عن السنوات السابقة. أنشأ النادي تقريبا من سنة وتم افتتاحه قريبا، يخدم المنطقة العربية، يقع في مدينة زايد، في قلب مدينة زايد. تم افتتاحها قريبا ان شاء الله الحمد لله، ويشمل نادي كثير من الهوايات من ضمنها الرماية، طبعا هي الأساسية، رماية الأسلحة خاصة الخفيفة 9 ملي بأنواعها، البنادق اللي هي بأنواعها، لأن عندنا ميدان 50 متر وعندنا ميدان 200 متر، بالإضافة إلى رماية الشوزن ورماية الغوص ورماية البنادق الهوائية.